حياكم الله اخواني واخواتي، واهلا ومرحبا بكم. تقبل الله طاعتكم واينما كنتم حيثما حللتم. تقبل الله طاعات كما عودناكم لما تكون الخطبة او الدرس او الخاطرة باللغة الانجليزية. اذا وجدت وقت ضمن الانشغالات الكثيرة، وغالبا ما بلاقي الوقت الا في تيم هورتنز وأنا قاعد، وبعض الأحيان أثناء الحركة. طيب الله يعطيكم العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى منه منكم القبول. كوني قادر شوي أشوف أنا ممكن حدا بس يأكد لي صوتي واضح ولا لا قبل ما أكمل. أنا بعطي خلاصة الخطبة باللغة العربية بس، فاللي سمعها باللغة الإنجليزية هاي أول صوت واضح. نعم، اثنين ثلاثة أكدوا لي بس بسرعة. الله يجزيكم الخير، صوت واضح. اللهم صل على سيدنا محمد لبين ما يفتح الطريق. إذا تكرمتم يس تمام ممتاز. طب جزاكم الله خيرا، الصوت واضح يا أحبة يا أخوة يا أخوات. أنا قبل شوي أعطيت خطوة باللغة الإنجليزية عنوانها باللغة الإنجليزية The will of Allah versus their will، يعني إرادة الله مقابل إرادتهم. عمن كنت أتحدث؟ تعرفوا القرآن كتاب هداية للبشرية، والقرآن دستور، والقرآن جاء بقوانين عامة وجاء بقواعد عامة وجاء بسنن، سنن يعني كونية، سنن اجتماعية. من ضمن القوانين اللي ربنا عم بيعلمنا إياها وفيها إن شاء الله يا رب يكون خير كثير جدا، قول الله تعالى في الآية رقم 27 من سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هي خطبة الجمعة كاملة باللغة الإنجليزية كانت قائمة على فهم الرسائل الموجودة في هذه الآية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كان مما شرحته للإخوة والأخوات في المسجد إنه أول شيء للتوضيح قلت لابد من توضيح قضية علمية بسيطة، أن لله إرادتان، أو أن لله إرادتين عفوا، إرادة مسميها إرادة كونية بالتفصيل. يعني بنحكي طب ربنا يريد، إيش معنى ربنا يريد؟ للتوضيح شرحت كنوع من التفصيل قبل ما أدخل بلب المطلوب، إن ربنا سبحانه وتعالى له إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي دليلها ومؤشرها وفهمها يأتي من عند إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد الله للكون أن يوجد فوجد، أراد الله للشمس أن تخلق فوجدت من العدم، أراد الله للكواكب أن توجد، للنجوم، أراد الله لآدم أن يوجد فوجد، أراد الله للشجر، للحجر، للدواب، للتراب، للماء، للهواء أن يوجد فوجد. هاي بسموها إرادة كونية، أي أراد الله شيئا فكان، هاي إرادة كونية. في إرادة شرعية، الإرادة الشرعية لها علاقة بقانون الخاص بالبشر. يعني تقريبا كل شيء في الكون يدخل تحت الإرادة الكونية، يستثنى من ذلك في ظاهر معلوماتي سلوك وأفعال الجن والإنس، لأنها داخلة تحت ما يسمى الإرادة الشرعية. شو الإرادة الشرعية؟ أراد الله مني أن أصدق، فأنا بإمكاني أصدق وأكذب. أراد الله مني أن أبر والدي، فأنا بإمكاني أبرهم وإمكاني والعياذ بالله أعقهم أو أذيهم، رحم الله والدي ورحم الله يعني أباءكم أمهاتكم جميعا. أراد الله مني ألا أكذب، أنا بإمكاني أكذب، يعني أعارض إرادة الله الإيش؟ الشرعية. أراد الله مني ألا أظلم، أنا بإمكاني أظلم. أراد الله مني ألا أعتدي، أنا بإمكاني أعتدي. أراد الله مني أن، وهكذا. هذا تسمى الإرادة الشرعية، بس مشان نستوعب لما نحكي والله يريد، إنه إرادة الله هذه تسمى إرادة شرعية. ليش سميها شرعية؟ يعني حكم شرعي مطلوب منا
موجه لنا، بإمكاننا أن ننفذ إرادة الله فيها، وإمكاننا والعياذ بالله أن نقول لا. الله أعطانا القدرة نقول له لا. شوفوا ما هذول الناس طول نهارهم بيقول لك الحرية الحرية، يقاتل أجل الحرية، مقاتلون أجل الحرية، مقاتلون من العالم كلياته. الله أعطاك الحرية تقول لا لأحكامه، بدك تدفع الثمن بالأخير طبعا، وكل شيء من الأخير ده، حتى بالمعنى المادي، حتى عند الملحدين اللي طبعا موضوع ثاني الملحدين هسه، بس قصتهم قصة. هاي أكثر ناس بيشفقوني الملحدين أنا على فكرة، قد ما هم مساكين. فهذه الإرادة الشرعية. نيجي الله سبحانه وتعالى الرسالة، شو عنوان خطبتي كانت؟ إرادة الله مقابل إرادتهم. رسالكم دوصلها أن الله يريد أن يتوب عليكم. الله يريد أن يتوب، يريد أن يغفر لنا. هذا متعلق بإرادتنا إحنا، إذا أردنا أن نرجع له، لأن التوب، التوبة معنى الرجوع، من تاب يتوب توبا. في المقابل اللي بهمني وأخطر ما في الخطبة هو أنه في إرادة لمجموعة ربنا سماهم الذين يتبعون الشهوات. بدنا نفهم مين هم هذول الذين يتبعون. شوف، في عندك مجموعة من الناس هدفهم في الحياة أن جعلوا إلههم هو الهوى، بدليل قول الله تعالى بالآية الأخرى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو قرر الهوى، تبعه هواه، مع أنه يظلم بظلم، خلص هواه، مع أنه يكذب يكذب، يأخذ رشوة، يعتدي، يفتري، يتسبب في دمار، يدق الناس في بعض، يحرق، يسرق، يكذب، يؤذي، ينم، بغضنا، إله وهواه، ينشر مخدرات، يجيب الفلوس بالحرام بالحلال بالصح بالخطأ، يغتصب، يتحرش، بغض النظر، خلص هو رغبته الشخصية، شهوته الشخصية لا يقف دونها حد. هذا اتخذ إله وهواه. هذول المجموعة اللي هذا من ضمن صفاتهم، ربنا أعطاهم بعض الأوصاف: ويريد الذين يتبعون الشهوات. هذول الآن الشهوة، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة الإباحية، شهوة الشذوذ الجنسي، شهوة المال، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة الانتقام، شهوات هاي كلياتها. مع أنه أصل الشهوات أصلها هي موجودة لهدف سامي راقي إلهي، أنه هي المحركات، هي تحرك. لولا شهوة الطعام لا زرعنا ولا حصدنا ولا ذهبنا، لولا الشهوة الجنسية ما تزوجنا، لانقرض النفس الجنس البشري. لا 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 لا، خلينا نحكي بالأسباب، كثيرة جدا الشهوات انحطت كمحركات، لكن نزل معها إيش؟ قيود من الله سبحانه وتعالى. فالقيد مع الشهوة من المصمم الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي خلقنا وصممنا وبيعرف اللي بنفعنا واللي بضرنا واللي مليح إلنا واللي مش كويس إلى آخره. فبالتالي نزل لنا القواعد الشرعية اللي نعرف نتحكم بشهوات. لذلك وضع الشهوة الجنسية على سبيل المثال، وسمح لنا وقال استخدموها في شيء اللي بنسميه الزواج. فرغ هذه الطاقة عبر بوابة رؤية متكاملة لها علاقة، متعة، شهوة، مسؤولية، في وراها خلفة، في وراها تحمل مسؤولية، في وراها أمان، في وراها راحة، في وراها تربية، و إلى آخره. الآن الذين يتبعون الشهوات أخذوا من جانب الشهوة الإطلاق للشهوة، بس بده فقط يمارس العلاقات الجنسية، حلال حرام غلط صح، الاند ريزلت آخرها بتدمر، بمحارم، بأقرباء، ببعاد، بسير، بتوقيت، بكذا، أرملة، مطلقة، متزوجة، بتحرش، بالسر، بالكذا، كله مفتوح عنده. لذلك هذا عم بدمر الجنس البشري، عم بدمر النفسيات، عم بدمر المجتمعات، واو، هذا عم نشوفه الآن في دول كثيرة جدا في العالم نتيجة هذه الأمور. هذولا اللي ربنا وصفهم بأنهم يتبعون الشهوات، خلص قاعدتهم العامة. هلأ أنا إيش بهمني من هذا الموضوع؟ فالآية أول إشي فهمتنا أن الله يريد لي الإرادة الشرعية أن أفعل كذا. في المقابل فهمني أن هناك من دينهم ومن قرروا أن يجعل القائد تبعهم وشهواتهم. وين الطامة الكبرى الكثير أنك مش حاسين فمنتبهين فيها؟ أنه عندهم إرادة متوجهة أن نميل معهم ميلا عظيما، ننحرف عن الخط المستقيم. جزء من اللي شرحته في الخطبة كنت أقول يا جماعة، لو المنحرفين عن منهج الله بغض النظر شو أسماءهم الآن X, Y, Z اللي هم، هؤلاء المنحرفون جميعا لو كانت مشكلتهم تقف فقط عند أنهم انحرفوا وانعزلوا، انحرفوا واعتزلوا، انحرفوا
بدي اشوف انا بقدر هسه اشتري قهوة ولا بتأخر؟ انا عندي خطبة ثانية بالمناسبة، انا عم بحكي معكو طالع من مسجد رايح المسجد الثاني في منطقة ثانية، يعني من مدينة لمدينة، عندي خطبتين جمعة اليوم، وفي نفس الوقت خرمان على فنجان قهوة، خايف ادخل الصف. الله يستر ان شاء الله اني ما اتأخر يا رب. بسم الله، يلا خلص دخلنا هون اللي بسموه الدرايف ثرو، طبعا كلكم بتعرفوه. طيب يا الله، الله يستر انه ما نتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. فنرجع للموضوع ده، انه فالنقطة الأولى إرادة الله لوين متوجه، ماذا يريد مني. النقطة الثانية انه في ناس بدي أفهم، ربنا عم بيعلمني، عم بيفهمني، عم بيعرفني، عم بيوعيني انه هناك من جعلوا قانونهم في الحياة وجعلوا ربهم قائدهم موجههم وشهواتهم. ممتاز. قبل ما أعطي الفائدة الثالثة من ضمن شرحته بالخطبة، انه طيب لحد الآن ناس قرروا يبتعدوا عن ربنا، ربنا رح يحاسبهم يوم القيامة، صح. ناس قرروا يقصروا في حق أنفسهم، حابين يروحوا لجهنم، يا أخي إيش عملهم؟ ممتاز. المشكلة مش هنا، المشكلة فعلا لو واحد هلأ راح وانعزل وعمل كل الموبقات لحاله، إيش بدي أعمله أنا؟ لا أدعو له من بعيد الهداية، بس ما لي دخل فيه في فعلا، ما لا أملك، خلاص بينه وبين الله. المشكلة أن هؤلاء يريدون، ركز معي، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. فكرك تركينك لحالك أنت، لا. اللي قرر انه يخلي التحرش او العهر او الدعارة او المخدرات او سرقة المال العام او الكذب او الزنا او whatever، كل هذه الامور اللي هي ربنا الفواحش والشهوات الخارج عن الاطار، اللي قرر يمشي فيها هو مش راضي بس يمشي فيها، لا 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 لا، هو يشتغل. واحد من اهدافه الكبرى ان يأخذك معه، هو مش تاركك، تفكرك تاركك، مش تاركك، عم بيشتغل على مناهج، وعم بيشتغل على إعلام، وعم بيشتغل على برامج، وعم بيشتغل على تغيير عقلية وتغيير مفاهيم وهجوم وتشويه صورة، عم بيشتغل عبر مؤسسات حكومية ومدنية، عم بيشتغل عبر برامج توك شوز، وعم بيشتغل عبر أبليكيشنز، عبر تكنولوجيا. مش تاركك، هو مو تاركك، في مين قال لك تاركك أنت؟ بدك تعرف أنك أنت مقصود، أنت هدف. انت مين انت؟ اقصد بانت اللي قررت تمشي صح زي ما اللي خلقك بده. باختصار واحد قال يا اخي انا ما بدي اعمل شيء، الله بيحكي لي انا بدي اتبعه، ربنا هو اللي خلقني، نزلني الكتالوج بكتابه بسنة نبيه، بدي امشي عليها، انا بدي الحيط لحيط ربنا ست، الله يرضى عني. موجودين هدول الناس، الله يكثرهم ويجعلكم جميعا منهم. فكركم انتم مجرد اعلنتوا هذا الاعلان او اخذتوا هذا القرار خلاص انتهت المشكله، وتوتا توتا خلصت لحتوتا، بتفكروا الجماعه الثانيين؟ لا لا لا، الجماعه الثانيين عندهم هم عنيفين بس بخبث وذكاء، بيعرفوا كيف يخبوا العنف اللي عندهم. هم يكرهونك، هم يبغضون طريقك، هم لا يريدونك، أو مش يعني لا يريدون لك أن تسير على الحق. ربنا عم بعلمك، عم بعرفك. طب نجيب من ضمن الأدلة اللي جبتها، جبت دليلين أنا شرحتهم طبعا باللغة الإنجليزية. واحد من الأدلة اللي هو قول الله تعالى عن جزء من الحوار اللي أطلقوا اللعين إبليس لما قال، خليكم معي ثواني شوي بس معلش. ثواني. هاي. Can I have a double espresso? Sure. Yes, oh thank you. Anything else? No, thank you. Oh, yeah. Okay, thank you. Have a good day. You thank you. Yeah. فنرجع لموضوعنا. اللهم صل اسكت احكي، اللهم صل على سيدنا محمد. الدبل اسبريسو طير المعلومة من راسي. اسكت احكي يا جماعة، ذكروني. خليكم معي شوي. يس يس. اللهم صل على سيدنا محمد. وانا منطقة ال ف جيت اقول فد دبل اسبريسو او السنجل اسبريسو او الكابتشينو. الله يسهل علي، هاي استراحة هيك. كان في صديق الي في بريطانيا يدرس معي من تركيا، اصله العرقي كردي، فيبدو الاخوة الاكراد في تركيا عندهم مشكلة مع حرف الكاف او القاف، ما بعرف. المهم كان طبعه وعدته معاي لما اقول له انا بحب الكابتشينو كثير، ف كان يقول لي براذر امجد دي وانت تو دريك كابتشينو، ق ما بحكيها بالكاف ابدا، دائما اسميها كابتشينو. ف كل ما اطلب كابتشينو بتذكره، دي وانت كابتشينو، قلت براذر ذيس از كابتشينو نوت كابتشينو، قال لي ات دازنت ماتر، كابتشينو كابتشينو فور مي اتس كابتشينو. فاني واي، اللهم صل على سيدنا محمد. عشان ننقطع مره ثانيه، خليها استراحه شوي لبين ما احاسب واخذ الاسبريسو او الكابتشينو ونكمل معكم، عشان ما انقطع مره ثانيه. اعتبروها دعايه يا الله يجزيكم الخير.
والله يا اخويا اخوات، بعض الاحيان انا شخصيا من محبي القهوه يعني، ماشي، لدرجه بعض الاحيان بتساءل قد ما بحب القهوه يعني. ما معي القهوه مثلا الكابتشينو، بحب القهوه التركيه بطريقه معينه، فالكابتشينو كثير بحبها يعني. وجديد دخلت على عالم الاسبريسو، فبحب ريحه القهوه جدا جدا انا، وحب طعمها. وطبعا اللي زي حالاتي طول وقته بقرا وبيحضر وبيحكي بتعب وبسهر كثير والى اخره، برضه بتصحصح كثير مريحه يعني. فبقول هذاك اليوم بعض الاحيان من كثر ما بعض الاحيان بستمتع بالقهوه لدرجه بقول يا الله يا رب ان شاء الله باذن الله يعني. بخطر على بالي اذا فكرت بالجنه، من ضمن الامور اللي بتخطر على بالي اذا بدي استمتع فيها القهوه. ابصر عاد الكنافه مدخلها على الخط ولا لا يعني. الله يرحمنا برحمته، اسال الله ان تكونوا جميعا من اهل الجنه يا اخو. سامحوني انا قطعت لاني بديش اقطع كمان مره، بدي اكمل وانا لانه هناك على السماعه بنطلب وبعدين بنحاسب، فخليني احاسب واخلص واخذ القهوه واكمل طريقي وانا مركز معكم يعني. مشان اتذكر الايه الثانيه طلع مشان محاسبه. الحياة تكاد تقوم. طبعا انا اللي بيسالني انت ليش عندك نهار، انا دائما بنسى اوضح. الله يكرمكم، انا في كندا، انا شرق كندا في اونتاريو في منطقه اوكفيل وميسيساغا. انا خطبت الان الجمعه في مدينه اوكفيل ورايح على مدينه ميسيساغا لمسجد اخر يعني، تقريبا حوالي 25 دقيقه. خليكم معي شويه. يس يا كان ثانك يو. It didn't work. Sorry. Did it work? No, it didn't work. Really? Okay. Can I pay cash? Yeah. So how much? It's 210. 210. Okay. It seems there's a problem with the credit card. Thank you. It's very small, huh? Thank you. Oh, thank you. Thank you. Have a good day. طيب نرجع. وهاي الكريدت كارد علقت. ابصر مين طرقني عين قال على فكره لازم اعمل انا جلسه خاصه على تصحيح مفاهيم حول العين والحسد والشغلات هاي، وطرق عين والمفاهيم الخاطئه في الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، نعم، لكن ما معنى العين حق وما هي العين وما الحسد؟ موضوع ثاني. هلا كنا عم نحكي على، اللهم صل على سيدنا محمد، ابليس اللعين. خليكم معي نطلع من الشارع، بسم الله الرحمن الرحيم، ونرتشف رشفه من القهوة. سامحونا يا اخويا اخوات، انا اذا ما عملت هيك مش قادر اخاطب الناس من كثر ما في التزامات، ما في غير بين وقت. هلا انا من خطبة الى خطبة اخرى، بنرجع من خطبة لاجتماع، بعد الاجتماع موعد جلسة استشارية بعض الاحيان، بعدها موعد ثاني، بعدها ارتباط لناس في احد الدول العربية على الاونلاين، وهكذا يعني. بعض الاحيان أكثر من 7-8 التزامات على 10 ساعات وراء بعض لا أجد فيها دقيقة فراغ. طيب نرجع الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. إبليس اللعين إيش قال؟ قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ركزوا معاي، بما أغويتني، شوف موقع إبليس أنت، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن شاء الله أكون قرأت الآية صح. فالآن هذا إحدى الأدلة على أنك أنت مستهدف أيها الملتزم، أيها الخير، يا صاحب الورع، يا صاحب التقوى، يا من تريد أن تحافظ على خلقك وأدبك وطهارتك وعفتك، يا من تبتعد عن الفواحش، يا من تبتعد عن المحرمات، يا من تريد ألا ترتكب الزنا، يا من تريد أن تبتعد عن المواقع الإباحية، أنت مستهدف ومقصود، ويريدون أن يغسلوا دماغك ويهاجموك ويهاجمونك ويريدون ويريدون ويريدون. إن لم يفلحوا معك فهم يعملون على أولادك وأولاد أولادك، يعملون على بناتك، يعملون على زوجتك، يعملون ضد زوجك. فبالتالي في حرب من
من قرر أن يتبع الشهوات. عم بشرح لكم الآن معنى الآية. الآن من ضمن أدلتها أنه ربنا أعلمنا أنه إبليس أخذ قرار، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه المجال، لكن في المقابل لاحظ أنه أعطاني حرية الإدارة وأعطاني الفطرة وأعطاني الوحي ودلني وعرفني. يعني تتخيل أنت، ولله المثل الأعلى، مش أفهمك، لأن بعض الناس بيقول طب ليش ربنا مكن إبليس؟ أنت مش هون سؤالك، أنت سؤالك هل مكن الله إبليس أكثر من الوسوسة؟ أنت تخيل ولله المثل الأعلى كيف العلاقة الرائعة بين فيما بيننا وبين الله مقابل الحرب بيننا وبين إبليس. ولله المثل الأعلى تقريبا للصورة. تخيل أنت الآن جندي في جيش، وهذا الجيش موجود لحماية بلدك ووطنك وشرفك وعرضك. قيل لك أنك ستدخل معركة، قائد الجيش إجا أعطاك برزنتيشن، قال لك أنت ستدخل إلى أرض، أبعاد الأرض مسافة كذا لكذا، هذه الأرض فيها ثلاثة أنواع من المصاعب، فيها أنهار مليئة بالحجارة، وفيها أشجار شوكية، وفيها صحاري مليئة بالعقارب فرضا. وقال لك المرحلة الأولى مائية، المرحلة الثانية صحراوية، المرحلة الثالثة كذا، ولله المثل الأعلى. وقال لك إنه أخطر في المرحلة الصحراوية فترة المبيت في الليل بسبب العقارب، وقال لك أخطر ما في المرحلة المائية نقطة معينة فيها تماسيح، وقال لك أخطر ما في كذا، وزائد قال لك عند دربك أعطاك أجهزة ومعدات وأدوات اللي مثلا ضد الحشرات تدهن مادة معينة على جسمك، وأعطاك أسلحة كيف تصطاد فيها التماسيح أو تبعدهم عنك، وأعطاك أسلحة تحميك بروائح بدخان بطريقة معينة. عفوا سامحونا، طبعا نتيجة الحركة خليني مضطر أني أغير الموقع إلى هنا. فأعطاك ولله المثل الأعلى، أعطاك كل هذه التفصيلات وكل هذه الشروحات، لا وأعطاك أجهزة، أعطاك أجهزة قياس حراري، أعطاك مواد طبية في حال إذا سهيت غفلت، ولله المثل الأعلى. وقال لك مطلوب منك تدخل بهذه المرحلة، سميها مرحلة تدريبية صاعقة مثلا، وشوف دربك وعلمك على الأجهزة وسلمك إياها وأحكى لك عن الأخطار وأعطاك حرية الإرادة والتصرف. طب تخيل انت واجه مشكله، طب ليش خليته في عقارب يا اخي؟ انت النقطه مش انه ايش في عقارب، النقطه عندك فكره عن العقارب؟ هل اعلمت بان العقارب موجوده؟ هل اعطيت اسلحه مقابل عقارب؟ هل طيب بعد بس ليش في عقارب؟ هون صارت، لا هاي صارت نوع من يعني الغنج والدلال اللي ممكن أسميه، خلينا نحكي قد يصل مرحلة الوقاحة مع الله سبحانه وتعالى. صدقوني أنا صح عم بحكي باللهجة المبسطة، لأن بعض الناس بيقولوا يا شيخ لماذا تتحدث بالعربية الفصحى؟ سبقني وأفضل مني كثيرون من يتحدثون بالفصحى. أنا الآن هدفي بشكل رئيسي أخاطب العنصر الشبابي، عنصر الشباب، شباب الجامعات وبنات الجامعات والهاي سكولز خلينا نحكي، فبدي أحكي باللهجة المبسطة بالأمثلة المبسطة، لذلك أنا ببتعد عن العربية الفصحى لأجل مخاطبة هذه الفئات. بسم الله. والله الله يستر، أنا شكلي راح أتأخر عن خطبة على فكرة، الله يستر، أدعونا نوصل على الوقت. فلذلك لاحظوا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نكمل الآية الثانية، الدليل على موضوع أنك أنت مستهدف ومقصود ومحارب. بالإضافة طبعا في آيات كثيرة جدا انتقيت منها الثانية، الآية الثانية اللي جاءت في سياقة سورة النور في الحديث عن حادثة الإفك، حينما اتهم وتزعم وكذب مجموعة وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، واتهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموها بارتكاب الفاحشة، ونزلت آيات براءتها حوالي تقريبا 11 أو 12 آية من سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في هذه الآية نزلت براءتها. وبالمناسبة خارج الموضوع كله، من يتهم عائشة ويتحدث عن عرضها يكفر بنص القرآن، لأن براءتها نزلت بالنص، فمن شكك في طهارة عائشة يكفر، ديروا بالكم ركزوا معاي، يكفر، لأنه بيكون عم بكذب القرآن، مش لأنه اتهم عائشة، لا لأنه عم بكذب القرآن، لأن القرآن نزل ببراءتها. موطن الشاهد،
في هذا السياق والحديث عن الإفك، ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لاحظ يحبون، لسه لا حكوا ولا فعلوا، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تخيلوا معي اللي عند أول شيء، أنا قبل ما أفهم الحكم بدي أفهم إنهم بعطيني معلومة الآن. ربنا عم بيقول لك في ناس، ربنا معقول ينزل آية وصف لمجموعة من الناس ويهددهم بالعذاب وهم مجموعة خيالية غير موجودة؟ يعني تتخيل والعياذ بالله، إذا إحنا البشر ما بنعملها فما بالك بالله الذي أنزل الكتاب دستورا وقانونا للبشرية. جمعاء ربنا عم بيهدد مجموعة لأنها موجودة وبأغلظ التهديدات على فكرة. شو هاي المجموعة؟ أول شيء المعلومة، الآية تعلمنا بأن هناك مجموعة عندها رغبة شديدة، بتحب من جوا، من جوا حشاشة القلب تفرح تنبسط لانتشار الفاحشة. وين؟ دير بالك وين؟ في الذين آمنوا. ركزوا معي على فكرة، هاي يؤخذ منها علم نفس، ويؤخذ منها علم اجتماع، ويؤخذ منها علم الاجتماع الجماهيري الماس سايكولوجي، ويستفاد منها في الإعلام. عم بيقول لك أنه يحبون رغبة قاتلة، جلدهم بحكم، بيفرحوا، بيطبلوا بزمروا لما تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا. طب يلا هلأ بذكاء متوسط مني ومنك مع بعض، إحنا مش خارقي الذكاء، لوين هذا ممكن يؤدي؟ اللي عنده هذه الرغبة النكست ستيب شو هي؟ بده يعمل خطط لنشر الفاحشة. الفاحشة بتنتشر لحالها هيك، ما في ناس بده يشتغل عليها. شياطين الإنس، طبعا في آيات كثيرة، أنا الآن بس زاوية، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. جسدك حريتك، جسدي حريتي، أنا حر، ما حد إله في جسدي، أنا حر، تحت شعار جسدي أنا حر فيه وجسدي أنا حر فيه، كان التمهيد لفكرة موضوع الشذوذ، إنه ما دام جسدك حقك غسيل دماغ، وهو تصريح الإسلامي، جسدك مش 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 ملكك. قال جسدي أنا حر فيه، لا جسدك مش حر فيه، هذا ملك لله. لذلك ليش المنتحر له عذاب شديد جدا جدا، أنه تملك فيما تصرف فيما لا يملك. بدنا نصحح المفاهيم، جسدك مش حر فيه وجسدك مش حر فيه. قال أنا حر، لا مش حر، الله خلق جسدك وروحك وركبهما وحملك إياهما أمانة لتسلمها لباريها حينما يقرر هو سبحانه أن يخرج الروح من الجسد مش أنت، فبالتالي لا يجوز لك أن تستخدمه. قال لك أستر العورة بتستر العورة، قال لك تحجبي بتتحجبي، قال لك غض بصرك بتغض بصرك، ما هو قال لك لا تزني لا تزني. فجسدي مش حر فيه، مسموح لك الزواج، مسموح حتى أنت في عندك أحكام للعورة، ممنوع تتعرى وتكشف أجساد من جسمك. فلاحظوا هاي عمل المفاهيم، لما أقول لك يحبون، طب ما هو هاي الرغبة تتحول عندهم على إيش؟ لبرامج عملية. طب إحنا شايفينها الآن، برامج ثقافية، مناهج في عدة دول في العالم، موضوع نتفليكس، ما شفتوا بعينيكم نتفليكس إيش عملت؟ مسلسل جن اللي عملوه، اللهم صل على سيدنا محمد، عند اللي يخزوا العين ماشي، اللي عم ينفذوا هاي الأجندة وبطبلولهم زمرولهم وزراء وسياسيين وإلى آخره. والنتفليكس مع البنت المسلمة هاي الصومالية، موضوع نشر الإباحية والشذوذ والبيدوفيليا من أفلام أفلامه إيش هي؟ هاي التطبيق العملي، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني هاي أهم مصداق عملي. ما لقوا في الدنيا نتفليكس مثال بنت تمثل الدور هذا إلا بنت من أصول إفريقية مسلمة، أظن من كينيا كأنها ولا من مالي ما بعرف، المهم إحدى الدول الإفريقية مسلمة. تخيل إيش الرسالة اللي بعدوها، تأكيد الآية عم بحكي لك إياها، يحبون أن تشيع الذين آمنوا، ما لقوا غير بنت إفريقية مسلمة تأدي هذا الدور، الشذوذ الجنسي بين الأطفال والكبار كمثال. طبعا مناهج تعليمية، مناهج تربوية، أبليكيشنز على الإنترنت، على الكذا إلى آخره، مليون طريقة. الفكرة بدك تعرف إنه قياسا على، جبت أمثلة، إنه ولا أتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، بمعنى إنه لن يدع طريقة إلا وسيحاول الوصول إليها. كان في طرق تقليدية سابقة، الآن جند الشيطان، حزب الشيطان، لهم طرق مبتكرة، بيستخدموا علم النفس، بيستخدموا علم الاجتماع، وبيستخدموا الإعلام، وبيستخدموا التكنولوجيا، وبيستخدموا السلطة، وبيستخدموا القوة، وبيستخدموا القانون، كله مع بعض
لدرجة أنك أنت الآن أصبحت في كثير من دول العالم ما عدت بتمن على بنتك في بعض الدول أنك لو قالت لك بابا بدي أروح أسبح في بركة مختلطة وهي عمرها 7 سنين وتلبس البكيني وتتعرى أمام الشباب وقد تحدث علاقة، إذا اعترضت عليها في بعض الدول الآن أنت تحبس كأب. هذا بس مجرد فكر، لا، حولوا الفكر لقانون والقانون حمته سلطة والسلطة معاه شرطة وقوة وأنت بتنحبس إذا منعتها تمارس حريتها الشخص. هاي طبعا المفاهيم البراقة الجميلة جدا، ماشي. لذلك نعرف إنه الحرب هي حرب مفاهيم، حرب عقائد، حرب سلوكات، لكن إحدى تمثل طبعا وحرب عبر وتستخدم السلطات والقوة والتكنولوجيا والنشر كلها، هي منظومة متكاملة. فاللي غايب عن هذا الموضوع كلياته بيكون مسكين، مسكين هو مسكين، يعني مش داري هو وين الكارثة اللي عم بعيشها. نرجع للآية قبل ما نلخص الآية شو قالت. والله يريد أن يتوب عليكم. لاحظ، مكنك، أعطاك وبين لك إرادته، قال لك أنا أريد منك أن ترجع لي. هينا أعطيتك الفهم وأعطيتك التحذير وأعطيتك الفطرة وبعدت لك القانون والوحي وتفضل سوي اللي بدك إياه وتدفع حساب اللي سويته. نقطة. في المقابل أعلمك أنه خصومك وأعدائك عندهم إرادة تتوجه إلى نشر الفاحشة وانت بذاتك مقصود. لا يا شيخ، انت بتعتقد بنظرية المؤامرة؟ انا بعتقد بنظرية المؤامرة. نعم، طبعا اللي بيحكوا هذا الاسلوب، هذا اللي بعض الاحيان يبي عليك انتوا يا شيوخ كل ايش عندكم مؤامرة مؤامرة مؤامرة. لا، انا مش كل ايش عندي مؤامرة. بس في شغل مؤامرات لا بأس بها على مستوى العالم ضد البشرية وضد المسلمين وضد المحافظين وضد الملتزمين وضد، طبعا في مؤامرة، فيها بمؤامرات على عدة مؤامرات سياسية ومؤامرات أخلاقية ومؤامرات عقدية طبعا فيه. والمسكين مصدق حاله أنه الظواهر اللي بيشوفها بس هي هيك بهالبساطة، مصدق كل ما يقال في الإعلام، بيكون هو المسكين، مش ما فينا، لا هو مسكين بيكون. ف اللهم صل على سيدنا محمد. فبدك تعرف أنك مستقصد وأنت هدف لبعض الفئات وأنت نفسك مطلوبة، روحك مطلوبة، للأسف رقبتك مطلوبة. يريدون أن يجروك في هذا المستنقع، لأنه إيش؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. النص واضح، بدهم إياكم تنحرفوا، مش راح يتركوكم. فبالتالي بدك تخاف على نفسك وبدك تحذر وبدك تفكر صح وبدك تركز تستوعب انه الموضوع مش بالبساطة وبالبراءة. الشعارات البراقة والرنانة طبعا، يعني انا بعطيكم مثال بسيط جدا 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 على موضوع كيف هذا مثال، طبعا هذا لأهل الأردن تخصيصا. تتذكروا كذابون بلا حدود لما اشاعوا امام الناس انه عناوين براقة بتضرب على الوتر الفكري والنفسي والناس تقول بناتهم؟ تتذكروا المسؤول تبعهم كيف، مين كان يخطئ لولا الله؟ الله من فوق سابع سماء وقدر بعض الخيرين والله يجزيهم الخير في الأمن العام، بالأمن الوقائي، في البحث الجنائي، كشفوا لما أعلن على أنه انخطف وأخذوا مجموعة من الإسلاميين وجرحوا بالشفرات وخبشوا على وجهه وعلى ظهره وحالته حال، والناس تبكي والعلمانيين المتطرفين طلعوا والنسويات والكذا وأبصر يتطرف. الله ستر من فوق سابع سماء، اللهم لك الحمد، بعت هؤلاء الخيرين في البحث الجنائي في الأمن الوقائي وفضحوه واكتشفوا أنها مدبرة 100%، والآن عم بواجه قضايا والله ينتقم من كل خائن وكذاب. لولا انفضح، تخيلوا، لو أفرجيكم كيف أنه في كيد. هذا مثال، الله فضحه. في أمثلة فكرية الناس ما بتخطر على باله، الله فضحه، فضحه فضح مجموعته كذابون بلا حدود. هاي انكشفت أمامنا. هلا الناس بالنسبة لهم تطلع العناوين ما احلاها، عناوين براقة، يا اخي انتم متشددين، يا اخي ايش بتشكوا فيهم؟ احنا شايفين اللي مش شايفينه، بس حكم تخصصنا، حكم قراءاتنا، حكم اطلاعنا، حاسين اللي مش حاسينه اللي مش متخصصين. فلما نحذر احنا بنكون متشددين، احنا بنكون مش عاجبنا العجب، ما بنتبه. الله فضحه، فلما فضحه لك ان تتخيل كم سم من كتابات ومؤلفات ومؤتمرات عملت تحت كذابون بلا حدود، وقديش جروا ناس وخربوا عقول ناس وأخلاق ناس ونفسيات ناس و و و إلى آخره، ما بخطر على بالهم. زي بعض الحركات النسوية اللي وراها أجندة مندفع لها من السفارات، ظاهر الإعلام إنه حرية المرأة وحقوق المرأة والمسكين والمرأة، بتجيبوا حالات فعلا حقيقية، فعلا بتكون الله يكتب عونها، زوجها بكون ضاربها، عائلتها منعتها من الميراث، تم التحرش فيها، ربما اغتصبت، وهي حالات فعلا وجرائم ويجب أن يحاكم فاعلها، تستثمر وتستغل تحت أجندة
المسكينات البنات مدارين وراهم انه الهدف النهائي منها يطلعونهم من الخلق والاعراف والدين والالتزام ودخلوهم في الاباحيه والمخدرات والدعاره والكذب والافتراء وكذا. الى بعض هذه الجمعيات عندها هيدن اجنده بتاخذ فلوس من كذا. الظواهر البراقه بيشتغلوا ما بيصدقوا، معقول اطلع مع احلاها اطلع مع الطفهم اطلع مع كذا. احنا دورنا ننبه نقول لهم ديروا بالكم ليس كل ما يلمع ذهبا، يعني عدم المؤاخذه. اذا اللي بيقضي حياته بيقرا وبتابع ويسمى على الأقل عنده شوية علم أو مثقف ما بده يقوم بدور التنبيه. مين بده يقوم بدور التنبيه؟ العاد إيش دور اللي بندرس؟ إحنا ليش ندرس؟ ليش إلنا 30-35 سنة بنقرأ ومرينا على آلاف الكتب وآلاف المقالات وآلاف الفيديوهات وجلسنا بآلاف ليش؟ بدنا ننبه بدنا. فما بالك إذا عندنا أعظم من كل هذا الحكي كله كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعظم من كل ما موجود في الدنيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أصلاً كلتاهما جاءتا من عند الله سبحانه وتعالى كمصدر بعرفنا بقوانيننا وبنفسنا وبحاجاتنا ومشاكلنا واللي بيصلحنا وإلى آخره، زي أي بروتوكول أو دليل طبي لأي واحد بدرس طب. في حدا بدرس بالطب بروح من عنده براسه بيخترع أدوية هيك يمه وكذا، بروح بدرس بقعد زي المحترم بدرس الكتب الموجودة بحفظها، بس بحفظها وبطبقها. مجال اسألوا أطباء مجال الاجتهاد الشخصي قديش عندهم، يعني والله يمكن حد معلومات البسيطة 1-2%. بدك تدرس اللي قبلك والتراكم، وبقول لك إذا كان الوصف هيك بتعطي هذا الدواء، إذا كانت السيمتومز اللي هي الأعراض هيك معناته هذا المريض هو بيدرس ما تم تراكمه من خبرات بشرية، بحفظها صم وبيستوعبها. يحتاج درجة من الذكاء طبعا، لكن ما بيجي بيخترع. فيش طالب طب والله لأنه ذكي الأول على المملكة بدخل سنة أولى طب فبيجي بياخد قرارات بعلاجات جديدة، ما في هذا الحكي، هذا هبل وجنون ما حد بعمله ولا بيسترجي، ولو عمل كل الجسم الطبي غير يعتبره مجنون حتى لو أذكى أذكياء العالم. وين حبيبي؟ تعال بدك تدرس العلوم الطبية التراكمية. شو قصدي بهذا المثال؟ قصدي بهذا المثال إذا على مستوى طبي اللي هو شغلة بشرية بسيطة جدا، بسيطة أقصد مقارنة بالنفس والروح، بمعنى إشي مادي وبروحوا له أذكى أذكياء العالم دنيا عالم، وأقصى ما يفعلونه هم إنهم يحفظوا صم ويدرسوا صم اللي أعطي لهم من أسلافهم من هم بشر زيهم. وما واحد بيسترجي لا بسنة أولى طب ولا بثانية ولا بخامسة ولا بعشرة، 7 سنين طالب اسمه بكالوريوس لسه مش عارف إيش تخصص وشو بسموه مقيم وكذا، ولا يوصل للتخصص يمكن ليبلش يجتهد ويصير على مستوى العالم له نظرية بجزئية صغيرة تتعلق في جراحة الأعصاب، جزئية بتتعلق بالعظام، يمكن يكون بده شهرة 30-35 سنة من النحت والدراسة والعمل ومستشفيات وعدة بوردات وبعدة دول وكتابة وأبحاث ليكون في له ها انه ينسمع له على مستوى العالم على انه اجى بنظريه بجوئيه واجتهاديه. وهي اسال اهل الطب اذا انا بحكي غلط. تخيلوا بنيجي عند دين ربنا اللي نازل مشان عقلنا وروحنا وقلبنا وجسدنا باكلنا وشربنا ولبسنا وعلاقاتنا وزواجنا وطلاقنا ونومنا ولباسنا كله كامل بنيجي، بيجي واحد بتطلع على هالوحي العظيم، ما بدي اقول ارث لانه مش ارث، هذا مش زي البشر، وحي من الله كتالوج جاهز، بيقول لك انا اعتقد انا ارى انا اظن فكر تجديدي. قال بده يجدد، حبيب قلبي انا زي الهالك هذا تبع شو اسمه شحرور، قال بده يجدد الدين 30 سنه ويقرأ القران لك هذا زنا، قال الزنا قال هاي مساكنه مو زنا تتذكروه. بده يجدد، بيعرفش يحكي عربي، بده يجدد. بيسترجي يجدد بعلم الطب هذا؟ بيسترجي يجدد بعلم الهندسه هو سنه اولى هندسه؟ اي والله سنة 10 هندسة ما بيخلوه يجدد، بقى في بروتوكول بدك تمشي عليها، بدك تدرس برامج زي ما هي وتحفظها زي ما هي وتقدم امتحانات زي ما هي. بيجوا عند الدين اللي هو قانون، يعني أنا ودي ما بحكي على المسيحية واليهودية والهندوسية، بحكي على الإسلام فقط، لأنه إن الدين عند الله الإسلام والدين المضبوط الصح هو الإسلام، والإسلام فقط وما في غيره، انتهى. قال إيش؟ مش عاجبه، مين اللي مش عاجبه؟ بنت عمرها 18 سنة، قرأت كلمتين بالعربي، 4 آيات مروا عليهم، قال والله أنا من ناحية عقلية ما بخش المخ. مخ مين يا أختي الكريمة أنت؟ أنت في عندك أصلاً معلومات حتى تحاكمي؟ استرجي تعملي هذا الحكي بالطب والهندسة؟ مستحيل! والله بتوقفوا زي التوت وتطلبوا السلام وتحترموا العلم. طب ليش العلوم الشرعية بتعتدوا عليها؟ ما عندكم علم، لا بتعرفوا أصول فقه، عم بحكي للي بيطبق هذا الحكي، لا بيكون عارف أصول فقه ولا لغة عربية ولا أساسات ولا منطق ولا بلاغة ولا إعجاز لغة ولا سياق ولا أدب ولا نثر ولا ضمائر ولا
علم حديث ولا علم رجال ولا سند ولا أسلوب التلقي ولا طريقة حكم على الأحاديث ولا إشي، ما عنده إشي. تنزل القرآن، علوم القرآن، إيش يعني مكي مدني، كيف تثبيت المصحف، إيش يعني تواتر، ولا إشي. قال والله منها عقلية أنا شايفه غلط. يا حبيبي أنا يلا يخليك للبابا والماما، الله يسعدك أنت، يسعده يسعده الكتكوت هذا اللي بفكر بهالطريقة الرائعة جدا، يسعده. بس أنا مش عارف الجرأة هاي كذا. على كل حال هدول مين اللي بتجرأوا؟ لكن أنا هدفي الأكبر، تخيلوا هذا كله من وحي الخطبة، ما حكيتوش من الخطبة طبعا، هذا كله هذا إلكم عم بحكي هسه، خطبة بالإنجليزي كانت. هل ده إنجليزي يا مرسي؟ آه نعم. فتخيلوا يا أخويا أحبة أن الموبايل تبعي راح يطفي، على فكرة البطارية قربت تخلص. على كل حال خلاصة الأمر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلاصة الأمر يا أحبة يا أخوة، الله يكرمكم ويسعدكم ويجزيكم الخير. الموضوع في عندك شهوات زائد قيود سعادة الدنيا وآخرة، في عندك شهوات بدون طبعا القيود اللي أقصد الشرعية من المصدر اللي ربنا خلقها الله سبحانه وتعالى، سعادة الدنيا وآخرة. شهوات بدون قيود شرعية أو مع قيود شخصية علمانية لا دينية بشرية، تعاسة دنيا وآخرة وإن كنت غير قادر على معرفتها في البداية. السلام عليكم، تنسون من دعائكم، بتصدقوا ضايل معي 4 دقائق فقط، لازم أكون على المنبر في المسجد ولسه بيني وبين المسجد قريب 7 دقائق سواقة. قدر الله وما شاء فعل، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.